وك والله العظيم دقيقة أختي والله العظيم أنا دا أقول لك شخصيا لا كان على الراتب لا دقيقة أختي دقيقة لا هنا أنا راح أوقفك أكو هنا أنا ما أسمح لأي شخص يجيب لا أنا ما أسمح أي شخص يجيب راجع شخص عادي أنت مو من حقك لا متفازع على شخص أنت ما شايفه زين إحنا شلون ناخذ الدليل لا موبايلات يطببون ولا شيء خلوا لك الشيل الطب طرق الجوازه وطرق اوراقك من اللي يشهد عليك وضحي لي قولي لي شخص لا زين الشخص انا ثلاث ايام بدي ارجع ثلاث ايام هم متغيرين ثلاث ايام هسه كلامك تقولين معقب برا هسه تقولي لي جوا اقول خارج الداره قلت لي خارج الداره ما مسؤول عن الداره جوا يقول لا معقب بس هو مو معقب يرد علي حتى نفتهم شنو هذا اللي صار زين العقب اللي انت السلام عليكم مقدم ارشد هلا حبيبي انت وياي هسه على الهواء برنامجنا برنامج اصداء الشارع بساحة عدن واكو مناشدة يا وسهلا شكوى صارت لكن انا ما قبلت بصراحة انا ما قبلت لان المفروض اكو دليل وانا قلت لها للمرة واقفة قبالي اذا عندك دليل قولي قلت لها واذا تعرفيهم انا راح اتصل هسه بمقدم ارشد بنفوس الكاظمية وتروحين عليا وتقولي له فلان وفلان تفضلي مقدم ارشد وياك سولفي اللي تريدي تعالي تفضلي يمي تعالي اوقفي يمي لا اوقفي يمي لان ما طلعتي كاميرا ليش ما طلعتي وجهك كاميرا لا عاد لاني انا عندي اهل انا عندي يعني اوكي سولفي شنو مشكلتك السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله اول شيء انا قبل اسبوع اجيت هنا انا اراجع بالدائره مال الموحده نعم ثلاث ايام احنا نرجع ثلاث ايام من الصبح ل 12 الوحده يقول هذا شفتنا خلاص احنا بعد ما نستلم اي احد فانه يا بشلون تخلص معاناتنا مو بس الي الاكثر من واحد اكثر من مراجع شنو السبب السبب الرجوع مالتك ليش؟ سبب الرجوع انه ما يلحقون والله السرى يعني انه هواي وما عدا الناس اللي دا تجي اللي عرف واللي غيره وغيره ودا يمشيهم فانه قال اذا تريدون تخلصون هذا الشيء اللي مشاء القانون اذا اريد اخلاص يسوي لك الموحدة ب 100,000 يمشيك اياها يخليك تضرب السرة وتضرب الناس وتضرب كل المحافظات اللي جاية تصير فوقهم وتضربهم وانت تاخذ موحدتك ومثل خوش رجال تطلع ماما السلام عليكم اولا ماكو هيك حكي لا اكو انا شخصيا يعني دا اقول لك شخصيا ثانيا يعني احنا كادر احوال الكاظمية نتواجد بالدارة الساعة 6:30 بالسبعة نبلش يعني الفرق عن بقية الدوائر بساعة أنا اشتغل والكل انسيابية بالعمل بس الأعداد الهائلة الجاي تمر بالدائرة ويجون يراجعون يعني الدائرة ما تستوعب هالأعداد ولهذا السبب لهذا السبب ماما عيني لهذا السبب ما جاي تلحقين ليش لأن أنت جاي تجين متأخرة لا مو متأخرة والله بس التاني بالموحدة بعد يعني أكثر من هذا الوقت شو وقت أطلع بالأربعة هسه الدائرة موجودة والكادر هنا أنا موجود الحد هاللحظة جاي يشتغل الشفت الصباحي بانسيابية ما أدري لا أحد طالب فلوس ولا شيء هاي كلها ادعاءات واللي أنت تقصدين الخارج الدائرة ذولا خارج الدائرة مو من ضمن الدائرة ولا الدائرة هوش إلهم علاقة بيهم خلاص نهائياً السيد المدير موجود السادة الوكلاء هنا أنا موجودين وبقية الضباط يعني اللي خارج الدائرة ما يصيرون مسؤولين عن الدائرة؟ لا طبعاً لا ما لنا دخل بيهم ما لهم دخل بالدائرة ما لنا دخل أمي هذولا بالشارع احنا ما نعرف من ذولا لا منتسبين ولا هم موظفين ولا تابعين أنه وما أعتقد إجا مراجع عنده شكوى واشتكى هنا أنا يعني للمدير أو يعني أحد السادة الوكلاء او لاي ضابط وقلنا له عمي تعال 1-2-3 تمشي معاملته وهو الممنون وثانيا هي دائره خدميه او خدمه المواطن احنا اول شيء حسب التوجيهات من السيد الوزير المحترم طبعا مقدم ارشد انت سمعتي وانا مقدم ارشد توي على الخط انا اليوم ما اسمح لاي شخص يدعي بكلام هو ما موثق من عنده أنت شخص طلب من عندك فلوس خارج الدائرة فهذا معقب يا أخي وما مجبور أنت تروح على معقب أستاذ خطاب حبيبي الغالي أستاذ خطاب تفضل مقدمة هاي تداعيات وتشويه سمعة المؤسسات الدولة وأنا ما أسمح لهذا الشيء الدوائر الخدمية أنت جيت وزرتنا كذا مرة وشفت انسيابية العمل صح أنا اليوم من خلي واحد عنده إشكال الما نحل مشكلته
ويطلع من الدائرة وهو راضي ومطمئن. وأنا قلت أنا قلتها وقدام الناس مقدم أرشد، قلت لها إذا من الدائرة وتعرفيهم شكلا وشخصيا تروحين جوا إلى المدير، وحخابر هسه وأتصل على مقدم أرشد وراح أسمعين وراح أقولها المرة الأخيرة. مقدم أرشد إذا تسمح لي جنابك راح أقول المرة الأخيرة، الناس الضباط والمنتسبين إذا كانت وزارة الداخلية والدفاع والشرطة الاتحادية وكل منتسبين وكل التقدير واحترام لهم، ترى هذول بخدمتكم وخدمة الناس، لو ما هم والله العلي العظيم كان من زمان احنا ذبحنا بالشارع وراحت ورحنا زين. لكن انا دائما اقول عندك دليل عندك اثبات يثبت هذا الشيء، والله العظيم انا خابر لك على الجهه المعينه وقدام هاي مقدم ارشد مع المدير العام نفوس الكاظميه زين، ووضح للمره يا اخي لا تروح للمعقب، المعقب راح يبوقك وتقول له رحم الله والديك. مقدم ارشد شكرا لجنابك وممنون من عندك يا طيب. اهلا وسهلا اهلا وسهلا حياك الله حياك الله. تفضلي يا اختي انت هسه برا لو انت هسه الكلام ما تتغير قلتي برا. لا يقول من خارج الدائره، قلت اللي خارج الدائره مالتهم ترى وها ماكو يعني اكو همنا شلون يعني هم مسوينا معينات. شنو معينات؟ اكو جو مال موحده لما الاستلام والهاي وبرا اذا كان العقد الختم او التوقيع او توقيع ما شنو؟ فاولا انه هو يقول هاي انه شلون تشويه سمعه، اولا اني لا عسكريه ولا اني ضابطه وطارديني حتى اشوه سمعتهم، اني انسانه عاديه حالي حال اي انسان عادي. حالي حال اي مراجع عادي، اذا اقول له ثلاث ايام انه احنا نرجع، قالت فض، زين هذا اللي يقول لك افضك اياها وانت قاعد وقدامك امشي المعامله واعطيني 100,000، زين هذا شلون يطب يمشيها بال 100,000؟ احنا بكل الدوائر، ما اقول لك بس هاي الدائره، يعني مخصوص خاص ناس، كل الدوائر مرتشيه، ولا حد يقول شوه سمعت الدائره، لان كل الدوائر مرتشيه، كل دائره لها شخص خاص بها يجي ياخذ منك فلوس. لا 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 والله العظيم. لا دقيقه اختي. والله العظيم، انا دا اقول لك شخصيا. لا لا. كان على الراتب. لا لا دقيقه اختي، دقيقه لا لا، هنا انا راح اوقفك، اكو هنا، انا ما اسمح لاي شخص. يجيب لا لا انا ما اسمع اي شخص يجيب شخص عادي راجع انت مو من حقك هم تفازع على شخص انت ما شايفه. زين احنا شلون ناخذ الدليل؟ لا موبايلات يطببون ولا شيء يخلون لك الشيل، الطوب طرق الجواز ده وطرق اوراقك، منو يشهد عليك؟ وضحي لي قولي لي شخص. لا زين الشخص انا ثلاث ايام بدي ارجع، ثلاث ايام هم متغيرين، ثلاث ايام هسه كلامك تقولين معقب برا، هسه تقولي لي جوا اقول خارج الدائره، قلت لي خارج الدائره ما مسؤول عن الدائره جوا، يقول لا معقب بس هو مو معقب. عم اللي خارج دائرة نفوس الكاظمية شنو ذولي؟ معقبين. انا ما ادري اقول لك بالشارع، انا ما ادري اقول لك بالشارع. لا مو هو هواي، انت هواي جاي تنصفهم، على شنو تنصفهم؟ لا طبعاً من حقك تسمع ومن حقك تشوف. لا طبعا لانه انت بهيئة. لا لا احنا اليوم، لا احنا اليوم انا خليك اسمعيني اختي، لا اسمعيني اختي، اسمعيني اختي، الحكي احنا اليوم اذا بشرط المرور واقف بالشارع والله شرط المرور قاس لي وصل واذاني، اذا تطبرون ساده اجاب الشرطه الاتحاديه ما سوى لي هيك اذاني. زين يا اخوي بس تسمعوا في هالشغله افتهموها الله يرضى عليكم.